السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو هذا التلفاز من نوع سامسونج 21 بوصة. هذا التلفاز من النوع العادي بالطبع، يعني سي ار تي، به مشكل كما تلاحظون، هذا العيب في الصورة، اذا به هذه الخطوط والجزء السفلي، يعني لا توجد به صورة، يعني فقط السواد. اذا هذا هو مشكل التلفاز، وعلى حسب يعني خبرتي المتواضعة، المشكل قد يكون من اي سي الفيرتيكال او دائرة الفيرتيكال بها خلل. اذا اصدقائي سوف اقوم بفتح التلفاز ونكتشف، تابعوا. اذا هذا هو شكل التلفاز من الداخل. التلفاز فهو مليء بالغبار يعني بشكل كبير، واعتذر اصدقائي عن هذا المنظر. المهم، هذا المشكل كما قلت قد يكون من اي سي الفيرتيكال، واي سي الفيرتيكال في هذا التلفزيون هو هذا هو اي سي الفيرتيكال. ولتحديد اصدقائي اي سي الفيرتيكال يعني في التلفزيونات سي ار تي، نتتبع خيوط الديفليكشن، هاد الخيوط لهاد الديفليكشن، لاحظوا يكونون 4 خيوط. هذا هو السوكيت الخاص بهم، لاحظوا 2 من الخيوط يكون متصلين مع دائرة الهوريزونتال، وهي يعني اللاين وترانزستور اللاين، وهذه المكتفات السيراميكية وهذه الملفات، فاثنين للهوريزونتال ويكونون دائما باللون الأحمر والأزرق. أما خيوط أو أسلاك الفيرتيكال يكونون دائما بهذا اللون بالأصفر والأخضر، ويكونون متصلين مع اي سي الفيرتيكال. إذن سأريكم، إذن أصدقائي هادو هما يعني 4 أسلاك للديفليكشن، لاحظوا هادو هما أسلاك الهوريزونتال، واحد تجدونه متصل يعني مع الترانزستور كوليكتر ترانزستور اللاين، والاثنان الأخرى يعني للفيرتيكال إذا تتبعناها سوف نجدها بأنها متصلة مع آي سي، لاحظوا مع هاد الآي سي، فهذا هو آي سي الفيرتيكال. إذا هذه هي طريقة يعني طريقة تحديد اي سي الفيرتيكال في التلفزيونات يعني السي ار تي. يوجد 4 أسلاك للديفليكشن، 2 متصلين مع دائرة الهوريزونتال و2 متصلين مع دائرة الفيرتيكال. إذا أصدقائي الآن في هذا العطل سوف أتجه مباشرة إلى اي سي الفيرتيكال وأقوم باستبداله، فغالبا يكون هو سبب المشكل لان لم تظهر لي يعني مكتفه منتفخه او شيء. المهم، هذا المشكل يعني ياتيني يعني دائما في المحل، ويكون سببه هو اي سي الفيرتيكال. وللمعلومه اصدقائي، اي سي الفيرتيكال مع الديفليكشن يعني سامثل لكم بشيء اصدقائي لكي تفهموا دور اي سي الفيرتيكال مع الديفليكشن. هذا فاي سي الفيرتيكال كاي سي الصوت اصدقائي، والديفليكشن كمكبر الصوت، فعلاقه الديفليكشن مع اي سي الفيرتيكال كعلاقه اي سي الصوت مع مكبر الصوت. فالديفليكشن فهو عباره عن وشيعه يعني ملف يعني سلك نحاسي ملفوف، كذلك السبيكر او السماعات او مكبر الصوت فهي عباره يعني عن وشيعه، يعني الاختلاف الموجود هو ان السبيكر به مغناطيس، اما الديفليكشن ليس به مغناطيس. المهم، الان اصدقائي سوف اقوم بتبديل هذا الاي سي ونرى النتيجه، تابعوا.
الآن سأركب هذا الآي سي بدل التاريف. لاحظوا فالرقم فهو مختلف ولكن فهما متشابهان، يعني لهم نفس الدور. لاحظوا هذا الآي سي، هذا الفيرتيكال أصدقائي تقريبا كلها تكون يعني متشابهة. إذن سأقوم بتركيبها الآن. الآن سأقوم بالتجريب. بسم الله، سأوصل التلفاز الآن بالكهرباء. إذن كما تلاحظون يعني بقي المشكل كما هو. أعتقد أصدقائي بأن هذا مشكل مكتفات، ربما هناك مكتف يعني ضعفت قيمته لأن استبدلنا الآي سي كما لاحظتم وبقي المشكل كما هو. إذن لنكتشف، تابعوا. إذن الآن علي بفحص المكتفات الخاصة بدائرة الفيرتيكال. وللإشارة أصدقائي، هذا الآي سي آي سي الفيرتيكال فهو يعني يأخذ التغذية أو الجهد أو الفولت من محول اللاين. محول اللاين تي اتش تي هو يعني مسؤول عن تغذية آي سي الفيرتيكال. سوف أريكم مثلا، لو لاحظنا هنا في أرجل يعني محول اللاين تي اتش تي، لاحظوا هذه الأرجل الخاصة به، فهاد البين هنا أو الرجل هنا فهي مسؤولة عن تغذية الفيرتيكال. وللإشارة، هذا الآي سي الفيرتيكال فهو يتغذى بسالب 16 فولت وموجب 16 فولت. لاحظوا في هاد البين هنا ماذا مكتوب، يعني موجب 16 فولت. إذا تتبعناها لاحظوا ها هي موجود هنا دايود، لاحظوا اتجاه الدايود، لاحظوا ها هو هنا موجود مكتف، فهو المسؤول هذا المكتف عن تنعيم هذا الجهد موجب 16 فولت. ولو تتبعناه سوف نجده بأنه متصل مع آي سي الفيرتيكال. أيضا هذا البين هنا لاحظوا ماذا مكتوب، ناقص 16 فولت. لو تتبعناها لاحظوا ها هي، لاحظوا موجود هنا مقاومة وهنا دايود، ولاحظوا وركزوا على اتجاه الدايود، جاء بالعكس، أي أن هذا الدايود وهذا المكتفة، لاحظوا هنا مكتفة، فهي المسؤولة عن سالب 16 فولت. ولو تتبعناها سوف نجدها بأنها متصلة مع الآي سي. لاحظوا هذا الآي سي، البين الوسطى هي المسؤولة يعني عن سالب 16 فولت، وهذا البين هنا هذا مسؤول عن موجب، وهذا مسؤول عن موجب 16 فولت. إذا كما قلت هذا الآي سي يتغذى باثنان من الفولتيات، يعني سالبة وموجبة. إذن سأريكم مثلا هذا البين الوسط هو المسؤول عن الفولتية أو عن الجهد السالب. لاحظوا ها هو متصل،
يعني مباشرة هذا كما قلت فيها الأول المسؤول عن سالب 16 فولت. إذا سالب 16 فولت تدخل مباشرة في هذا البين الوسطى للآي سي، وهذا البين هنا هي لموجب 16 فولت. لاحظوا هو اتصال مباشر. إذا أصدقائي الآن علي بالتأكد من هاد اثنين من المكتفتين، يوجد اثنان من المكتفات يعني مسؤولين عن تنعيم جهد تغذية الفيرتيكال، الجهد الذي يشتغل عليه اي سي الفيرتيكال، وهما كالآتي. لاحظوا ها هي واحدة، وهي الثانية. هادو اثنان من المكتفات علينا بفحصهم. إذن هادو هاد الاثنان سأبدأ بهذه. قم بإزالتها. هذه قيمتها 50 فولت 100 ميكروفاراد. الآن سوف أقوم بفحصها أو قياسها بجهاز المالتيمتر ونرى إن كان بها يعني 100 ميكروفاراد كما هو مكتوب أم لا. إذا نأخذ المالتيمتر نحول على واحد القياس المكتفات. نضع السالب مع السالب والموجب مع الموجب هكذا. إذا كما تلاحظون أعطتني يعني قيمة يعني حوالي 80 ميكروفاراد، وهذه قيمة ضعيفة. لاحظوا حتى أنها نزلت إلى 78. لاحظوا هذه قيمة ضعيفة أصدقائي، لأن المكتفة بها يعني مكتوب عليها 100 ميكروفاراد، المفروض أن نجد 100 ميكروفاراد أو أقل يعني قليلا مثلا 96 ميكروفاراد. أما إن وجدنا يعني 80 ميكروفاراد فهذا فرق يعني بالعشرات ليس بالوحدات. مثلا 100 ميكروفاراد نجد 96 94، فهذا فرق بالوحدات. أما هذا فرق بالعشرات يعني حوالي 20 ميكروفاراد ناقصة. إذا هاد المكتفة بها خلل أصدقائي. سأقوم باستبدالها بواحدة أخرى ونرى النتيجة. إذا سأركب هاد المكتفة بدلها، فهي نفس القيمة يعني 50 فولت 100 ميكروفاراد. أولا سأقوم بقياسها. إذن السالب مع السالب هكذا، الموجب مع الموجب. إذن كما تلاحظون أعطتني يعني قيمة 95 ميكروفاراد، يعني الفرق يعني بسيط يعني الفرق بالوحدات. فلهذا سوف نركب هذه المكتفة فهي جيدة. أما هذه لاحظوا عندما نقوم بقياسها، لاحظوا الفرق لاحظوا واحد يعني حوالي 80 يعني ميكروفاراد، وهذه كما قلت يعني قيمة ضعيفة الفرق بالعشرات. إذا سأركب هذه ونجرب إن شاء الله يكون خير.
إذا الآن سأجرب، سأوصل التلفزيون الآن بالكهرباء ونرى. بسم الله. الآن لقد أقلع التلفزيون، نرى الصورة. إذا كما تلاحظون لقد اختفى الآن المشكل. لاحظوا الصورة الآن أصبحت عادية، يعني الجزء السفلي يعني متوازي مع الجزء العلوي، يعني لم يعد هناك مشكل. سبب المشكل كان فقط في هذه المكتفة أصدقائي، هذه المكتفة المسؤولة عن جهد ناقص 16 فولت الذي يدخل إلى الآي سي الفيرتيكال، الذي يغذي آي سي الفيرتيكال. فكما قلت هذا الآي سي فيتغذى على جهدين، يعني سالب 16 فولت وموجب 16 فولت. إذا النتيجة كما تلاحظون. الآن نأتي إلى نهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.